طيب أنا بسألك عن قصة، برجع شوي. لما قتل طلال بن عبد الله الرشيد في هذه اللحظة، قتل ولا انتحر؟ قتل أو انتحر على حسب أنت الروايات، مش مقتنع فيه بس ما هذا أهم في المفايدين، أنا ما إنه مات يعني. طيب في اسم مهم خرج من حائل اللي هو محمد عبد الله عبد الرشيد، الله، صحيح. إيش تحليلك لخروجه في طبعا اللحظة؟ محمد عبد الله يعتبر أخ لمتعب، وقتل متعب مستفز له، وإذا هم قتلوا متعب أكيد أنهم سيقتلون محمد، نتيجة طبيعية جدا. لذلك هرب محمد من حائل ولجأ إلى الإمام عبد الله في الرياض عام 1285، فأصبح ضمن مجلس الإمام عبد الله إلى أن جاء عام 1289. قام الإمام عبد الله رحمة الله عليه بعمل وساطة بينه وبين بندر، بأنه لابد من إعادة الأمور إلى نصابها، وأنه لابد من التسامح بينكم، وهذا كان بطلب أصلا من محمد. لكن محمد في هالفترة اللي عاشها في الرياض من عام 1285 إلى 1289 كان يدرس. يدرس إيش؟ يدرس السياسة عند الإمام، مجالس الإمام. فهو كان يرقب كل شيء في مجالس الإمام، وكان يتعلم من الأحداث والتفاصيل اللي تحدث في الصراع القائم، والصراع ما بين الكيانات، والصراعات ما بين القبائل، فكان يخزن ويرى ويشاهد. دورة عالية المستوى. طلب من الإمام أنه يقوم بالوساطة بينه وبين عيال أخوه. من الوساطة طبعا أنه يكرر السيناريو، أنه بدل ما تعينه حاكم أو تعيده بس الحج كشخص عادي، تعيده أميرا للحج من جديد. طبعا هذا السيناريو، عاد محمد للحج، إمارة الحج. التاريخ يعيد نفسه مع عبد الله الرشيد. مع عبد الله. طبعا لما عاد إلى حائل كان هنالك أزمة ما بين الإمارة، خصوصا بندر، مع إحدى القبائل الموجودة في شمال الجزيرة العربية. فمنع من أنهم يقتربون إلى حائل ولا حدود حائل، ومنع من أنهم يرافقون حملات الحج وحملات التجارة، رفض تام. طلع محمد في هذه اللحظة وراح إلى العراق، ورجع مع الحملة ومعه القبيلة التي منعها بندر. طبعا هذا كان استفزاز، سبب استفزاز. هو كان يعرف النتيجة التي سيترتب عليها غضب الأمير بندر. طلع بندر من حائل يستقبل محمد، لأنه سمع أنه طبعا هو جاب بالقبيلة الفلانية، فكان يوبخ عمه في الطريق، وثب عليه من خيله، قتل بندر. في اللحظة اللي قتل فيها بندر كان في مخطط داخل البلدة، أهالي البلدة الذين كانوا مع محمد مستعدين وعندهم خبر من السابق، وكان يقودهم محمود العبيد الرشيد اللي هو جاء لكي يعاضد محمد. وعبيد حي ولا توفي؟ لا عبيد توفي الحين. فحمود مكانه ومكان عبيد، مكان عبيد مكان عبيد، فكان يعني موالي لجناح محمد بن عبد الله. اي موالي طبعا، وكان مهندس يعني الرجل هندس مسألة الانقلاب على فالانقلاب كان شقين، شق اغتيال بندر مباشر من قبل محمد بن عبد الله، وشق محاصرة عيال طلال. أبناء طلال كيف قتل عيال طلال؟ طبعا قتلوا منهم من خرج، طبعا هربوهم بعض المتعاطفين معهم، وبعض الذين كانوا بخدمتهم هربوهم من أبواب سرية، ولكن قبض عليهم وقتلوا، لم ينجوا منهم إلا واحد. بدأ حكم محمد بن عبد الله عام 1200. أنا بتوقف عند هذه الحادثة.